Ladies and gentlemen, please. السيدات والسادة، رحبوا معنا من بريطانيا سي ام بي سي هادلي جامبل. شكرا جزيلا لكم، أرحب بكم جميعا في هذه المناقشة عن سي بي سي. سوف نتحدث عن المعادلة المصرية وسنسأل أسئلة صعبة. هل المستثمرين الذين يأتون إلى مصر يحصلون على ما يريدون أم أنهم يحصلون عليه بسرعة؟ أم أمثل أقدم لكم بوب دادلي من بي بي، وسوف يتحدث عن الاستثمار الجديد في مصر في معادلة الطاقة. تفضل بوب. بوب، لنتحدث عن الاستثمار في مصر، 12 مليار دولار، ومتوقع أن يقدم لنا فرص عمل ضخمة جدا واستثمارات في الدولة. أنت بالطبع تصدق هذه الخطط المستقبلية لمصر، بالطبع لقد كنت هنا منذ 25 عاما ولم أتوقف على الإطلاق، وقد اتخذنا قرارا ليس سهلا، ولكن هذا القرار هو أن نستثمر 12 مليون دولار في منطقة الدلتا. وهادلي في 2017 سوف نزيد من استثماراتنا من 20% إلى 30% في الغاز والكهرباء. فحين تأتي إلى مؤتمر مثل هذا تشعر أن الاقتصاد المصري ومحركه يعمل بشكل قوي. حدثني عن معادلة الطاقة في مصر وفي المنطقة كلها، والتغيرات الجوهرية التي تراها، وأيضا الفكرة أن هناك أنابيب الغاز من روسيا ومن تركيا وأيضا من جهات أخرى. ما هي الفرص المتاحة هنا؟ لقد تحدثت ورشة العمل السابقة عن هذا الأمر، وقالت إن مصر هي أكبر سوق موجود في منطقة الشرق الأوسط. هناك أيضا تصدير للغاز من بحر قزوين، ولأغراض هذه الندوة ولمصر أيضا أقول أن مصر من أهم المحاور للعمل في هذه المنطقة، واحتياجاتها من الطاقة يجب أن نعاونها فيها، فهذا سوف يعود بنفع كبير على الدولة. سؤال، كل من هو في هذه القاعة يتطلع لأن يستمع إليك، ما الذي سوف نراه في عام 2020؟ إن العالم أصبح يتحول نحو الفخامة، فالعالم تعود على هذه الضرائب العالية وعلى الموارد العالية. إننا نعمل في عالم أسعاره متقلبة للغاية في مجال الطاقة، فخام برنت وصل إلى 55 دولار، وهذا بالطبع كثير جدا. وهكذا يجب علينا إحداث التغيير الكبير في الضرائب، وهذا سوف يكبدنا كثيرا. فإذا نظرت إلى التحويل الثروة ستجد أن هناك 1.3 تريليون دولار سيكون في صورة استهلاك للطاقة. إذن أي ما يجري بهذه السرعة سيكون له آثار كبيرة بالطبع. حدثني عن هذه التقلبات في الأسعار، كيف سيؤثر على الاستثمار؟ إن التقلبات الأسعار تعني أن صناعة الغاز والبترول والتعدين أيضا كلها لديها طريق طويل لتسير فيه، وقد يجب علينا أن نتخذ قرارات اليوم على مدى سنوات عشرة. يجب علينا وضع الأولويات بشكل جيد، ويجب أن نعتمد أن هناك ثقة في تطوير هذه السياسة. شركات كثيرة بما فيها شركاتنا تحاول أن تحول من أنشطتها، ولكن هذه علامة كبرى يجب أن نفهمها ونتخذ القرار المناسب في مشروعاتنا في مصر. السؤال، هل هذا خاص بمصر بالذات؟ يقول يجب عليكم هنا في مصر أن يكون لديكم الموارد والسوق وأيضا العوامل فوق الأرض من أجل الاستثمار.
ولقد رأينا في العام الماضي وبشكل خاص على مدى 3 أو 4 أشهر الماضية ما يستخدمه المصريون، رأينا البيروقراطية ورأينا أنها تتأثر وتتغير وتتلاشى مرحليا. ولهذا نحن نعتقد أن الصورة أصبحت أكثر أمانا، أصبح هناك مرونة، وكثير من الشركاء أصبحوا متفاهمين كثيرا. ومن أجل الوصول إلى هذا القرار في 2015 في وقت يحدث فيه تقدم لا نراه في مناطق أخرى في العالم، يجب علينا أن نتخذ قرارنا الآن. تقول له إذن الأعمال ومجال الأعمال هو 12 مليون دولار، هو حجم الأعمال. دعني أسألك عن الشريك الروسي والأسئلة التي تدور حول ما إذا كان يستطيع الحصول على التمويل، فما هي الرسالة للمستثمرين التي تقدمها للمستثمرين في روسيا؟ إن شركتنا حوالي 20% من نسبة الأسهم، وشركات البترول في العالم كله يقلل من هذا القدر، وبالطبع تحويل الروبل إلى دولار يكلف كثيرا. ولكن مثل دول كثيرة وسأذكر بعضها، مثلا مثل روسيا، أنغولا، نيجيريا، وفي الولايات المتحدة وفي البحر الشمال، كلها دول تتعرض لضغط كبير لأنها تعتمد على الغاز والبترول. وهكذا الصراعات التي تجري في هذه المناطق وما يجري بين روسيا وبعض المناطق في أوروبا للأسف تؤثر تأثيرا سلبيا على الوضع هناك، ونرجو أن يستقر قريبا. فأنت مثلا لا يمكن لأوروبا أن تعيش بدون روسيا، والعكس صحيح. كثير من أصدقائنا من دول الخليج يرون أن مصر مناخ جيد للاستثمار، فما هي الرسائل التي وصلتك من هذا الجانب؟ نعم، في دول الخليج، إن دول الخليج لديها أعظم وأكبر حقول البترول في العالم، وكل الاحتياطيات الموجودة بها أيضا كبيرة جدا، وهي ما زالت مفتوحة للاستخراج وللتنقيب. هناك مستثمرين على حجم ضخم جدا في العراق، والكثير من رؤوس الأموال مطلوبة، ونحن نعمل في هذا المجال ونمر ببعض المخاطر هناك، وهناك ظروف معينة تجري هناك الجميع يعلم بها. ولكن هناك أيضا في أبو ظبي والكويت والسعودية وعمان هناك أنشطة ضخمة اقتصادية تجري في هذه المناطق، ولكننا لن نبتعد عنها. مبدأ لي أشكرك شكرا جزيلا، والآن أنتقل إلى باقي أعضاء هذه الندوة. شكرا جزيلا لك. They may or may not be joining us quite slowly. I think we're all of our جميع الأسماء. ما دام يكون صعوبة في اللوجستيك، لا يوجد قهوة كافية معنا. سوف أبدأ بس السيد ناصف سويرس، أنت المدير التنفيذي لراسكوم للتشييد. أود أن أعرف التحرك الذي تم من جانب الحكومة خلال الشهور الأخيرة، تخفيض الدعم إلى آخره، هل هم بسرعة كافية؟ ما الذي يعني ذلك بالنسبة لك كمستثمر خاص؟ مايكروفون. لقد قاموا بالتحول، صدر قانون للكهرباء تم التوقيع عليه من جانب الرئيس، يفصل ما بين التوزيع من توليد الكهرباء، وهي علامة طريق عظيمة. إذن أتحدث عن القطاع الثوري للطاقة، القانون صدر أخيرا من جانب وزير الكهرباء ووقعه الرئيس، وعلى ما أعتقد منذ أسبوعين. هذا القانون يفصل ما بين توزيع الكهرباء عن توليدها. من خلال هذا التشريع الجديد تسمح للقطاع الخاص
أن يشارك في توليد الكهرباء بطريقة جيدة للمستهلك، وعلاقة المستهلك مع موفر الساقة هذه لم تتغير. لن ترى أي قطاع خاص يولد الكهرباء، سوف يستمر بنفس مع نفس الكيان، ولكن يسمح بمشروعات متعددة لكي تطبق. وسوف تشاهدون خلال اليوم الكثير من هذه المشروعات يعلن عنها كنتيجة لهذا التغيير التشريعي. بالنسبة للبترول لم يكن هناك أي تغييرات تشريعية، ولكن لقد وعدنا الوزير أنه سوف يعلن أو على وشك أن يعلن بعض الإنجازات في هذا المجال، مما يسمح للقطاع الخاص بالمشاركة في الشراء المباشر من الشركات الأساسية المصرية للغاز الطبيعي والمنتجات، ومما يخلق نوع من السوق الجذاب لهم لكي يستثمروا فيه، وللمستخدمين الصناعيين أن يكون لهم مصدر مضمون للطاقة. يتحركوا بسرعة. من جانب وزارة البترول لم يكن هناك أي تغييرات تشريعية بالسرعة التي فعلها وزير الكهرباء في الأسبوع الماضي، وهي المسألة التالية التي نرجو أن تفتح الكثير من فرص الاستثمار، بما في ذلك الحصول على محطات النقل البترول وخطوطها، وأن المشترين متعددين، وأنا واثق أن بي بي تود أن يحصل عليه متعدد من المشتروين. هناك فرصة فريدة، فهناك غاز طبيعي يتم اكتشافه في أماكن مثل موزمبيق وأماكن أخرى. في مصر لا تقلق تجاه هذا الغاز، لديك 100 مليون نقص في قطاع الخاص، لديك قطارات لا تعمل لنقل تستخدم لإعادة تصدير لأوروبا. أعتقد أن هذه فرصة جيدة تحتاج إلى بعض التغييرات التشريعية القليلة لكي يتم. ما هو التخطيط للاستثمار بالملايين في الغاز الطبيعي؟ إلى أين تتجه البلاد في هذا المجال؟ ألا يجب أن تكون لن تكون صافي مستورد للغاز؟ يجب أن يكون هناك تغيير. من حسن الطلع أن نحن في وسط التحول في قطاع الطاقة في مصر، وأعتقد أن النظام القديم يتغير إلى شيء جديد حديث، وأي شخص يفكر أن نظام الدعم الذي جاء بنا إلى الموقع الذي نحن فيه هنا سوف يستمر، أنا شخصياً لا أعتقد أن ذلك سوف يستمر. إذا اعتقد البعض أن الغاز الطبيعي ممكن أن تشتريه ب$8 ويباع للمستهلك بسعر أقل، لا أعتقد الحكومة المصرية تستطيع أن تتحمل ذلك، ولا أستطيع أن ذلك ممكن أن يتم في قطاع الكهرباء حتى بأكفأ محطات 7 أو 8 سنت، لا أستطيع أن يباع بهذا المستوى. هذا النظام الذي يستند على الدعم لا يمكن له أن يستمر. من الضروري علينا أن نحاول في التفكير في ما سوف يكون شكل المستقبل. في رأيي هناك 3 عناصر بالنسبة للمستقبل. أولها يستند على تحديد سعر الطاقة، وأن تكون هذه الطاقة متوفرة بسعر ما. هذا السعر نستطيع أن نناقشه، ولكن أمر غير مقبول فيما يتعلق لي أن يكون لدي نقص في الطاقة. فالنقطة الثانية أنني أعتقد سوف يكون هناك استثمارات كبيرة في الغاز والبترول عندما يكون هناك سعر سليم. والعنصر الثالث هو إصدار العائدات أو وكيف نشجعها. أعتقد أو هذا النظام الجديد سوف يصدر عنه فرصة للاستثمار تأتي مرة واحدة في الحياة في قطاع الطاقة في مصر، سواء سوف يكون في لمبات الموفرة أو استثمار في التكرير أو محطات غاز الطبيعي بطريقة كبيرة، سواء كانت تكون الاستثمارات في الطاقة كما تقوم OCI والكثير أيضا من الآخرين الذين سوف يعلنون عن صفقات مشابهة. أعتقد هناك شيء جديد يحدث في مصر الآن، وقدر الاستثمارات وحجم
سوف تقلل من أي شيء ممكن نتحدث عنه. الحكومة سوف تكون على معدلات كبيرة للغاية. العائد السلبي سوف يلعب دورا كبير، وأعتقد المستقبل يشكل في الآن، وأعتقد أنه مستقبل مبهر. أود أن أتحدث عن الاستثمار والفرص التي تجدها في مصر والتي لم ترها لفترة. ما هو رأيك في الوقت الحالي؟ في الواقع نحن حاضرون في 3 مجالات. بدأنا مرة أخرى في الاستكشاف في شرق الدلتا، هي عملية صغيرة سوف نطورها في المستقبل، ولكن ما أجريناه منذ 2 سنوات هو الحصول على أصول التوزيع لشل وشيفرون، وقد أنشأنا أكبر موزع ثاني في مصر على المستوى القومي. علينا أن نثق ونثق البلاد، بعد 2 سنوات لن نشعر بخيبة الأمل. وبالإضافة إلى ما قمنا به وهو علامة للثقة، نود أن نفعل أكثر من ذلك. في الوقت الحالي ننشئ حوالي 10 محطات في العام، حوالي 10,000 وظيفة، ونود أن نفعل أكثر. ليس زيادة لإعادة التصنيف الذي أشرنا إليه، ولكن نحتاج أيضا إلى بعض التطورات الإدارية لكي نقيم محطة واحدة. نحتاج إلى 41 طابعة. نود أن نحصل على أرض وأن نتمكن لكي نستثمر أكثر، أن نفتح الأرباح بعملتنا. أعتقد في أنشطتنا إذا كانت هذه الأمور 3 سهلت، فنحن سوف على استعداد لكي نخلق ضعف الوظائف التي نخلقها اليوم. من المفترض أن ينضم لنا وزير البترول، وزير الكهرباء، ولكن يبدو أن ما لديهم اجتماع الآن مع الرئيس، ولا يمكن لهم أن ينضم إلينا. وفيما تعلق بالأسئلة الراضحة بعد الاستماع إليكم، تتحدثون عن هذا الأمر، لدينا مستثمرين في القطاع الخاص يودون أن يقوموا بأشياء أخرى في هذه البلاد، مثلا ممثل البي بي، وأن يغيروا معادلة الطاقة. سؤال الأكبر، كيف يتم ذلك، وما الذي تحتاجونه من الحكومة؟ هل لك أنت تعلق؟ هناك جانب آخر، حيث تتحرك الحكومة تتحرك بسرعة، ونرى ذلك على أنه فرصة. لقد قمنا بالاستثمار في الطاقة الشمسية وهي ليست معروفة، ربما قد استمعت أن هذا يدور في العالم الآن حافز. هناك جلسات تتحدث عن هذه التكنولوجيا المطلوبة وهي الأكفأ. نحن على استعداد للاستثمار في المجال الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى ما سوف يحدث في الأبستريم المعروف، فإننا نعرف أن هناك فرص جديدة لاستكشاف البترول والغاز. بالإضافة لذلك فهناك أعمال نود أن تنمو، والتطور في الطاقة المتجددة هي الابتكار الجديد. يجب أن يكون هناك مشروع يمكن أن يجعلنا نشعر بالارتياح لمزيد من الاستثمار. لقد انضم إلينا وزير الكهرباء والطاقة. شكرا، أن برنامج ضيق وكنا ننتظر سيادتكم. تحدثنا عن معادلة الطاقة في مصر، وتحدثنا عن كيف تكون هذه المعادلة أكثر كفاءة، وتحدث إلينا عما تقومون به لكي تسهلوا العمل في مصر. أحد المسائل الكبرى التي تقلق الناس بالنسبة للمشهد الطاقة هو انقطاع الكهرباء إلى آخره. أين تقع مصر الآن؟ أود أن أقول لك خلال ما حدث في الصيف الأخير الذي عانينا فيه من انقطاع الكهرباء، وذلك كان أساسا بسبب 3 موضوعات أساسية. أولا نقص الغاز، الطبيعي. أغلبية محطات الطاقة لدينا كانت صممت للعمل بالغاز الطبيعي. أنت تقوم باستخدام محرقات جديدة فله أثر سيء على محطات الطاقة. في الواقع نقص الغاز أدى إلى خسارة بلغت ما بين 2,000 إلى 5,000 ميجاوات في الصيف الماضي، وذلك لأننا اعتمدنا على قدر كبير على الغاز الطبيعي والوقود الخفيف الذي
1% من توليد الكهرباء كان يأتي من هذا المصدر، والمسألة الأخرى كانت الخسائر في الطاقة من خلال النقل أيضا، وثالثا كان عدم كفاءة بعض المحطات القديمة، ولهذا السبب كان علينا أن نجري تغييرات كبيرة في الخريطة الخاصة بالطاقة، لأن هذا الخريطة الآن يصدر عنه الآن كثير من الطاقة المتجددة، وبسبب ذلك صدر قانون للحوافز في الاستثمار في الطاقة المتجددة، وكانت عروض جذابة. حتى عندما طلبنا بالمشاركة في هذه المشروعات حصلنا حوالي 178 طلباً من كل أنحاء العالم للمشاركة في هذا المشروع. Perhaps في نهاية هذا الشهر أو بداية الشهر المقبل سوف يكون هناك توقيع اتفاقية نهائية قابلة للقبول من البنوك ومن المستشارين، حتى تكون قابلة للتمويل البنكي، مما يعزز ويسرع في العملية لاستخدام التعريفة. نقدر حوالي 2300 وجه من طاقة شمسية و2300 من الرياح لكي تطبق خلال السنتين المقبلتين. هل تؤكد المصريين أن هذه الأزمة الخاصة بالطاقة قد تم السيطرة عليها؟ هل تستطيع أن تؤكد المصريين اليوم أن أزمة الطاقة التي سادت في العامين المقبلين مسيطر عليها؟ بالتأكيد خلال الشهرين الأخرين تمكننا من الاتصال من حصول على 3600 ميجا وات لأول مرة في تاريخ مصر، تمكننا أن نحصل على ذلك وأدخلنا ذلك في غضون 6 أشهر. وفي الواقع نحن نتبع هذا المشروع، وسوف ينتهي في الوقت المناسب قبل الصيف، وسوف يخفف إلى حد كبير المعاناة التي عانينا منها خلال الصيف الماضي. وفي نفس الوقت نتوقع الـNG المستورد سوف يصل بحلول الشهر المقبل، وهذا الشهر سوف يكون هناك إعادة تصنيف هنا وتأمين الإمداد، ووجود الطاقة الإضافية موجودة، وأعتقد أن الوضع سوف يكون أفضل بكثير بالمقارنة للصيف الماضي. هل نرى ما الذي يجب أن نراه من جانب الحكومة؟ أعتقد في جانب الكهرباء كما ذكرت من قبل، ففي غضون 7 أشهر قاموا بتغييرات التشريعية، وقاموا بما يجب أن يفعلوه، ووفروا العديد من الفرص، وبأخذ في الاعتبار التمويل المصرفي، ولا لديهم أماني أو قائمة الأماني لا يمكن للبنوك أن تمولها، فيجلسون لأول مرة مع رجال المصارف، وليس فقط من المستثمرين. من جانب الكهرباء في رأيي أعتقد أن وزير البترول تابع خارطة الطريق التي قدمت من جانب الكهرباء فيما يتعلق بالاحتياج لبعض التغييرات التشريعية. لا يمكن لنا أن نبقي على نفس التشريعات التي كانت على أساس عدم التغيير لسنوات كثيرة. بعض التغييرات الهيكلية أيضا، فقد فصلنا ما بين قطاع إنتاج البترول من الغاز، وهذا لم يحدث من قبل. لديك إي جاز وإي جي بي سي، بيروقراطيين مختلفتين، مما أضاف إلى البيروقراطية. هذا أمر يجب أن نعاد النظر فيه، هل كانت تجربة ناجحة أم لا؟ بي بي لا تعمل بهذه الطريقة، تصدر الغاز والبترول بنفس من خلال منظمة واحدة، وهذه المنظمة أعتقد مسؤولة هذا مسؤولا جزئياً عن بعض البطء والانخفاض في الاستثمار في جانب الغاز. يجب أن يكون هناك آلية تسمح وتشجع العاملين في مجال الغاز والبترول أن هذا المجال جيد. هناك الكثير من الغاز الطبيعي من أمريكا ومن أستراليا، وتأتي إلينا الزرعام. هناك اقتراض نحصل عليه من الجزائر في الوقت الحالي، فرصة عظيمة. و
حقول الغاز في إسرائيل وفي قبرص، نحن لسنا بعيدين عنهم. والمقر الأخير لهذه الاكتشافات هو ربطها من خلال الخطوط والأنابيب لتصل إلى مصر ونأخذ الطاقة وقطراتها إعادة بنائها. 16-18 مليار دولار في استبدال، وسوف تحتاج إلى 5 سنوات هي معدة وتنتظر هذا الغاز. إذن بعض التشريعات وبعض الإسراع لهذه التغيرات، من خلال ذلك من الممكن أن يكون هناك قطاع ثوري، الأمر الذي يشجع مزيدا من الاستثمارات كما فعلت بي بي وتشجع الآخرين. ما هي المصادر في إسرائيل وفي قبرص؟ أعرف أن الحكومة تتخذ خطوات في هذا الاتجاه. هل سوف يحدث ذلك؟ علينا أن ننتظر بعد الانتخابات على ما أرى في إسرائيل، ولكن أعتقد قاموا بزور اهتمام في صناعة الغاز في إسرائيل من خلال فرض أو الوقوع في الأخطاء في نفس الشيء الذي وقعت فيه بلدان أخرى. لا يمكن أن تغير القواعد في منتصف الطريق، ولذلك من أعتقد أن الخطوة التالية بالنسبة لمصر هي في الواقع قبرص، وإسرائيل عليها أن تنتظر كالخطوة المحتملة المقبلة. ولكن الغاز القبرصي، الفكرة العقلانية هي ما بين 200 أو 180 ميل. ربط كل هذه الحقول مع مصر هي الحل الأكثر اقتصادي بالنسبة لقبرص. لا يستثمر 6 بليون دولار لاحتكار الغاز الذي اكتشفوه، هي تقريبا حوالي 1 مليار دولار للخط الأنبوبي. أعتقد أن هناك استعداد من المانحين الدوليين لتمويل ذلك، وأخذنا ضمان من الاي بي ام في تمويل ذلك. هي أيضا مسألة أوروبية للأمن، فلديك قطارين للطاقة يواجهوا أوروبا، يستطيعوا أن يمدوا أوروبا بالغاز الإضافي، وأعتقد هذا توازن جيد لأي حوار جاري في مجال الغاز. أود أن أقول أنه سوف يندم الضيفين اللذين تأخرا والذين كان مع الرئيس، سوف يندم إلينا في مرحلة ما في على هذا المسرح، وهم قد وصلوا. أود لكم سؤال قدمته لبوب بشأن الأجل القصير والمتوسط لسعر البترول، ما رأيك في هذا؟ أراهن أنه بالتأكيد سوف يظل على السعر الحالي الآن، لأن هناك إمداد إضافي، ولكن إلى أي مدى ومتى سوف نعود إلى الخلف؟ هو بالتأكيد يأتي هذا التخوف، ليس لأحد الرد، ولكن هذه الأزمة الجديدة بالمقارنة للأزمات السابقة التي كانت إمداد مفرط أو أسعار مخفضة، ولكن لدينا الطلب الأقل الذي يأتي من كل الكوكب مع النمو الأقل، ولدينا أيضا إمداد مفرط، الأمر الذي أدهش الجميع. لن يصدق أحدا الإنتاج في الغاز الأمريكي يزداد بهذه السرعة. الخليط المزدوج لهذه الأزمة يجعلها أكثر شدة بالمقارنة للآخرين. كل الذي تقوم به شركات البترول هو تخفيض وإبطاء الاستثمار لمواجهة هذا الحال الجديد، وسوف نرى إلى أي مدى سوف يستمر ذلك، ولكن بالتأكيد هذا أصعب من أي أزمة أخرى لكي نعود إلى الأسعار الأعلى. إلى أي مدى يعتمد على كيف تتحرك التكلفة وكم من الوقت ستحتاجه. الكثير من التشكك بالمقارنة للأزمات السابقة. وزير البترول، منظوري بالنسبة للأسعار وأسعار البترول المنخفضة جدا لمصر، كيف ذلك ضمن خطتك للدعم خلال 2015؟ أم تتحرك مع التغيير في البنية الأساسية المطلوب؟ أولاً لدينا خطة 5 سنوات لمعالجة مسألة الدعم، والطريقة الأولى قد طبقت في يوليو 2014. بالتأكيد كان لدينا تقدير نسمي للدعم خلال السنة المالية 2014-15 بلغت
140 مليار جنيه مصري. خفضنا ذلك بتدابير نفذناها ب 100 مليار فقط، وبسبب الوضع الحالي والسوق الدولية نثق أننا سوف ننهي هذا العام المالي ب 75 مليار دولار جنيه مصري، ولكن هذا في الواقع لن يوقفنا عن الاستمرار في العمل وفقا لخطتنا بشأن الدعم، لأن الوضع الحالي والأسعار الحالية ليست مستدامة لأكثر من سنتين ربما، وهذا يعني علينا أن نعالج هذه القضية، أن نرصد بطريقة مستمرة موضوع الدعم وأن ننظر إليه طوال الوقت. أما بالنسبة للبنية الأساسية فإنها تبدأ بالمواني، المواني وخطوط الأنابيب والتخزين والتكرير وحتى التسويق، قضايا التسويق. أثق أن لقد بدأنا لتنفيذ مشروعات جديدة في البنية الأساسية، وفي هذا المؤتمر نعرض العديد من خطوط الأنابيب كفرصة للاستثمار، ولدينا مشروع يتم مع القطاع الخاص في العين السخنة لتخزين LPG وبترول الغاز، ونطور الحقول في السويس وفي ميدور وتحسين الحالة. هذا لا يرتبط فقط بالبنية الأساسية، ونتحدث عن فتح الأسواق بالتحديد للغاز الطبيعي، وقد أقمنا منظم موازي، وسوف يكون لدينا منظم مستقل في غضون 6 أشهر أو ما شابه ذلك. سوف يحرر الأسواق، سوف يكون لنا شاحنين، مستهلكين، أبستريمز، وأيضا سوف يساعد ذلك في ضمان السوق وتوفير الفرصة للمستثمر لكي يعمر بحرية وأن يقدم الغاز المطلوب للصناعة ولتوليد الطاقة. تعمل BP لسنوات عديدة، ما هي العقبات التي واجهتموها؟ لا نتحدث عن مشروع السداد، هناك عدة شركات تنتظر السداد، وهل بدأ ذلك أو استكملت؟ ما هي التحدي؟ أود أتحدث عن دورنا وهو دور كافة الأعضاء في الفريق هنا في مصر. أعتقد نحن هنا لأننا نقوم بدورين. الدور الأول هو الشريك الاستراتيجي لمصر، قد كنا هنا لمدة طويلة وآخرين كانوا أيضا من القطاع الخاص والشركات ورؤساء تنفيذيين مثلنا. من المهم أن نفي دور الشريك الاستراتيجي وأن نثبت للناس هنا أنه كان هذا جيد في مصر، وكان جيد وسوف يكون جيد. أعتقد الرسالة إلى الناس هنا وللمجموعة، لدينا مكان في الخارج، أرجو أن تمر علينا، نحن بكوار الكوفي شوب، سوف تستمعوا إلى أشياء جديدة ربما بعض الأمور المعقدة أيضا أو بعد تلقي القهوة. إذا ما نظرت إلى التحديات والفرص فهناك جانبين أو وجهين لنفس العملة. نبدأ بالإصلاح في رأي الحكومة، في رأيي قد اتخذت خطوات ناجعة بدءاً للإصلاح. بالنسبة للدعم الصحي والمساعدة، الوزير تحدث عن ذلك، هي مسألة لم تحدث في مصر، لن أقول إلى مدى لأنني لن أكشف سني. أعتقد قانون الضرائب وقانون الجمارك، كل ذلك مبادرات ممتازة في رأيي. أعتقد سوف ننصر، والمستثمر سوف ينظر في ما هي الخطوة التالية وبأي معدل، ما هي الإصلاحات في الدعم، وهل سوف تستمر. ربما التحدي أو شيء الوزير سوف يتحدث أو تحدث عنها بطريقة مستمرة هو المبيعات المباشر ما بين المستهلك والممول، أن نزيل الوقت من التنمية. وأعتقد هذه إحدى التحديات التي تواجه مصر اليوم، وأعتقد أن هذا شيء يجب أن يتم بطريقة سريعة في المراحل المقبلة للإصلاح. سوف أتحدث عن الاستثمارات. نحن كنا مستثمر طويل الأجل في مصر 25 عاماً، 14 مليار دولار، وسوف نوقع مع الوزير المراحل التالية للتنمية 4 مليارات أخرى خلال السنتين المقبلتين، والذي سوف يساعد في زيادة
الإنتاج، ولكن إحدى العقبات والتحديات هي مراجعة سعر الغاز. أعتقد علينا أن نجذب مزيداً من الاستثمارين، ليس فقط البي بي أو الآي سيز، أو فهناك شركات كثيرة ومستثمرين آخرين سوف ينظرون استثمارنا في مصر مثل أي مكان آخر في العالم. نحتاج إلى العائد ومراجعة أسعار الغاز، والوزير يعمل في هذا الشأن. نقطة أخرى، أتحدث أنا وفتح البنية الأساسية من منظور تنظيمي. لقد عملنا مع الدي جي وقمنا ببناء البنية الأساسية، وحجمها لمن يعرف اسكندرية هي 3 أضعاف حجم اسكندرية. لمن لا يعرف اسكندرية، خط أنابيب من هنا إلى أتينا هذا الطول، والجميع يعرف الاسكندرية هي بنية أساسية كبيرة، ونقلناها للبي بي ومشغلين آخرين. هذا يسهل ويسرع من التنمية. أعتقد أن زاوية نحتاج العمل عليها سوية هو فتح هذه البنية الأساسية، ونفكر في مصر على أنها محور إقليمي. كيف لنا أن نفتح هذا المنطقة لغاز قد تم اكتشافه خارج نطاق البحر الأبيض المتوسط، خارج نطاق حدود مصر، وأن تكون هذه المزايا تأتي لمصر. نقطة أخيرة وأعتقد أنها هامة هي الطلب. أعتقد مسألة الطاقة وزيادة الإمداد والطلب، يعني يفي بالطلب أمر ضروري. أننا نود أن نبذل جهود لترشيد المصادر، هذا أرخص، والدعم يساعد في ذلك. في مكان فإن التكييف عالي من الممكن أن نخفضه من أجل توفير الطاقة، وننظر إلى تجربة اليابان في هذا الشأن. 4 نقاط بالنسبة للإصلاح والاستثمار والبنية الأساسية وترشيد الطاقة. أعتقد هذه هي الفرص والتحديات التي نشهدها. فإذا ننتقل إلى لقاء آخر، قد انضم إلينا اليوم لمناقشة المعادلة الخاصة بالطاقة المصرية. أشكر أعضاء المنصة، وهو أمر نقدره تماما. شكرا. Ladies and gentlemen, this concludes this morning.